أعزائي المشاهدين، نعود مرة أخرى إلى موضوعنا، الأزمة المالية العالمية تأثيراتها تكلمنا عنها الأسبوع اللي فات، اليوم نقبل المسيرة. طبعا نرجع لتأثيراتها بالنسبة للمستهلك، والتأثيرات الإيجابية هي انخفاض أسعار السلع والخدمات، وهذا شيء جيد لأن الشخص يجد أن الراتب ماله على الأقل يكون مرتاح في عملية أن يصرفه براحة نوعا ما، يمكن بعد يقدر يوفر منه أو حتى يقوم بالاستثمار بجزء منه. التحفظ طبعا صار في الصرف والاستهلاك، هي ظاهرة استمرت خلال الفترة الحالية، وطبعا التحفظ في الصرف والاستهلاك لأن هناك في نوع من التخوف أو التشكك ربما في الوضع الاقتصادي، وتجد أن الشخص العادي أو حتى المؤسسات تتحوط أكثر وأكثر وتنظر لعملية الإنفاق بأن يكون في آخر المطاف وليست البديل الأول، ودائما الناس تنظر أكثر وأكثر في عملية الاستهلاك بأن يجب أن تستهلك أقل في ظل الوضع الحالي. طبعا شيء طيب جدا جدا لأن يساعد الناس في أن تكون عنده استراتيجية البقاء، استراتيجية أنها تستمر مدة أطول خلال الأزمة المالية. التحفظ في الصرف طبعا والاستهلاك يأثر بطريقة سلبية على الاقتصاد، من ناحية أن الناس لما ما تصرف تجد أن هناك المحلات أو المؤسسات ما تبيع المنتجات مالها، ما تشغل منتجاتها، ما في ربحية، ويأثر في عملية الإنتاج عامة وتقل عملية الإنتاج، وهذا يأثر أكثر أكثر على تباطؤ في الاقتصاد، على أن المحلات هاي تخسر، على أن الموظفين يفقدون وظائفهم. هي نفس العجلة الدور والدائرة هذه وتعود إلى نفس النقطة اللي نحن نتحدث عنها، اللي هي عملية اللي هي الصرف والاستهلاك. مواسم الأعياد مثلا يحسب معدل صرف أو استهلاك المستهلك، وهي دائما هاي اللي هي بعد يحاولون يشوفون أن ربما تعطي يعني بين على أن هناك في نوع من الانتعاش في الاقتصاد. كلما صار في نوع من الصرف العالي كلما صار في نوع يقول لك انتعاش في الاقتصاد. إذا التحفظ في الصرف والاستهلاك أحدى الظواهر، إلا أن مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا هناك في ظاهرة بأن الناس بدأت شوية ترتاح أكثر وبدأت تصرف أكثر، لأن تشوف في استقرار شوي في أسواق المال، تجد أن في نوع من الضبط لعملية الأزمة المالية عامة، فصارت فيها عندها نوع من الثقة المحدودة. طبعا هناك طبعا الفرص الاستثمارية الجديدة، وهناك كثير من الفرص الاستثمارية الجديدة خاصة في مرحلة نجد أن تدني أسعار، واللي عنده سيولة أو اللي عنده مبالغ إضافية كان مثلا يوفرها، بإمكانه أن يتجه إلى السوق وبإمكانه يتجه إلى أي من الأماكن هذه ويقوم بعملية الاستثمار. إذن عملية الفرص الاستثمارية طبعا متوفرة ومرات تكون جديدة. الشركات اللي ربما ما كانت يعني بإمكان كثير من الأشخاص يشترون الأسهم مالها، الآن صارت أسهمها بأسعار مناسبة. إذا أسعار مناسبة للأسهم في كثير من المؤسسات اللي كثير من الأشخاص يطمح أنه يملك أو يمتلك جزء من الشركات هذه. العقارات اللي هي خاصة وهذه ربما تكون متوفرة عندنا لكنها متوفرة أكثر في الغرب، صارت عقارات البيع بعد الحجز، وهذه طبعا العقارات اللي يحجز عنها المصرف عندما يتخلفون الناس عن السداد، هذه تعرض طبعا في الأسواق وتعرض بنوع من المزادات، وكثير منها تعرض ربما بثلث المبلغ اللي مستحق. يعني العقار اللي ب 150 ألف دولار أو 160 أو 170 ألف دولار يباع ب 50 أو 60 أو 70 ألف دولار، وهذه توفرت لكثير من الناس بحيث أن يقدرون يرجعون مرة ثانية ويدخل لي أسواق العقار للشراء. حتى العقار العادي والعقار حتى الجديد اللي ما يحصل عليه إقبال تتدنى أسعاره ويكون فرصة جيدة للاستثمار. هناك طبعا فرصة جيدة لكثير من الأشخاص أن ينظر للمحفظة الاستثمارية اللي هي موجودة عنده ويبدأ يغير فيها. يعني أي فرد يكون عنده استثمار سواء استثمار متنوع، إذا عنده أسهم ومنوع من الأسهم، وإذا عنده سندات، وإذا عنده أموال حاطها في مثلا محافظ استثمارية، عنده مثلا مال حاطنه في ودائع،
إذا الفترة هذه بعد هي تساعد أكثر وأكثر أن يقدر يقوم بعملية المراجعة وربما الانتقال طبعا بحذر. وأنا دائما ما أنصح بالانتقال من بعض الأصول اللي هي متدنية الآن في السعر نتيجة لعدم التداول يعني كبعض الأسهم، لأن الخوف أن تفقد قيمتها والفقدان يكون حتمي ونهائي ومطلق وليس فقدان وقتي، يعني لما ترد السيولة تتعافى الأسهم بإمكان الشخص يروح يشتريها مرة ثانية. عندنا اتصال من دبي. ألو الأخ أحمد إبراهيم، تفضل أخوي أحمد. مشكور يا أخوي، الله يسلمك خليك. السلام عليكم. عليكم السلام طال عمرك، تفضل. مساك الله بالخير. الخير والعافية والسرور. مشكور على برنامجك الطيب الحقيقة وآرائك الطيبة النيرة بصراحة. يسلمك يخليك، هاي سي ام بي سي ما شاء الله عليهم عربية. أنا بسألك سؤال الله يسلمك. تفضل. بالنسبة لموضوع الاستثمار عندنا في دبي. نعم. هذا الله يسلمك، يعني شو بالنسبة، احنا عرفنا الحين كيف نسوي وكيف نوفر من معلومات اللي عندك زائد اللي نعم. درسناه في السابق أو الحمد لله في الجرائد. الحمد لله. لكن في نقطة بالنسبة للمواطن. نعم. أنا عندي ولد. نعم. شاب. نعم. عنده طموح ويبغى يسوي له شيء في مثل ما صارت الطفرة هذه. نعم. الحين من يحميه من المستثمرين مثل شراط شون وشركات شون وربعها مثلا اللي مشهورة وحاطة في كل مكان لوحة، أو شركات في عيمان مثل قوم الراشدي وغيره. نعم. هني أخذ مسكين سلف وصار على ديون، هو توا شاب يبغي يبني مستقبله عمره 27 سنة. تسلف كم تسلف تقريبا؟ تسلف والله ما يقدر يسوي ولا يتخبط يمين شمال. نعم. وأنا بالطبع ظروفي بعد ما تسمح لي أساعد ذاك المساعدة غير نعم. كان السكن والماكلة. نعم. يعني. نعم. 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 لكن الباقي ما إيش اسمه تقام تسلف أحرات ما يبغى منه غير 4000، ويوم كلمنا دائرة الأراضي. نعم. وهم اللي ترى يسجلون هناك عندهم. نعم. نعم. وتمينا وراهم 4-5 شهور، كلمنا دار الاقتصادية. نعم. آخر شيء قالوا والله للمتضرر الرجوع للمحكمة. نعم. الحين هو الريال هني ماخذين منه 200,000 في دبي. نعم. و800,000 في عيمان. ها؟ نعم. وفي نفس الوقت يروح المحكمة المحامي وزائد الرسوم وهذا معناته طلع اخترب بيت أبوه. نعم. نعم. من يحمي هذا؟ نعم. والحين شوف هذا مثلا دبي للاستثمار. نعم. يوم صار عليه ديون قامت الدنيا وقعدت انه لازم يدفعون ولازم يسوون وفشلونا في كل مكان. نعم. 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 يدفعون لهم. ما بيبقونهم مثلا. نعم. 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 لكن احنا ما في حكومة يعني تحمينا وتدافعنا بدل ما نروح الشخص اللي مثلا ما يقدر يروح. انقطع الاتصال. الأخ أحمد إبراهيم اتصال من جدة. الله بالخير دكتور. الخير والعافية سلم خليك. من معاي؟ معك أحمد عبد الرحمن. أهلا أخوي أحمد عبد الرحمن، تفضل طال عمرك. أقول طال عمرك، أول شيء حقيقة أنا أحب أثني عليك على ما تبذل من مجهود من تويت، يمكن يسلمك طال عمرك نشاط الاستثمار الفردي. يسلمك. وأنا حقيقة عندي سؤالين. السؤال الأول، ايش بوجهة نظرك تأثير أزمة دبي العالمية على الاستثمار الفردي؟ تفضل. والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني كان يعني المفروض ان الواحد يستثمر يعني من دخله الشهري، وايش مقدار المخاطرة يعني كنسبة من الخاطر فيما يتعلق بايش اسمه؟ نعم. بالاستثمار. يا ريت اكون معك على الهواء دكتور، بس انا ابغى حقيقة خصوصا فيما يتعلق تأثير أزمة دبي العالمية على الاستثمار الفردي. برد عليك إن شاء الله فيما يتعلق في